وانا عارف صورت هور كانت المحكمة دي واحد ساعة قلنا هاي سيفي عنا لو بيستو مركا كيس كاس فرطو وعلى اخرين ايا وحال اسكو فيرنا ايا حكم كدعي سيد المحكمة ده قضب كأحد اللي كانوا ما لقاها اللي مهم ما يهي وحما كبدلك حكم كدعي مركي تعال أركو ولا من ذي قرار إنه شرعي كان إنه هرمت على قبطان وايد مركي الأركو يا حال سمينا إلا فرو فرتان كسو حسام حيا أنت هذا حير إذا ليك أهيد محكمة ده قرار لك أهيد أنت في دي محكمة ده ما إيمانش وحمرك هون الله سعر دونا سدح لي من تلك وحوس على سدح سرقال سدح سرقال ما وحي أخيان كيسكي وحي سكرة عن كيس كان إلا فرايو وقت إلا فرايو يعد قاعد دونت أو دنب أو كيس كان قاعد دونت واحد كسر بحر أو لقند أو ربعهم كم ودم بين الجارة الرحفان كان على جسدي قاعد كم أنت عايز دبت دجاج سدح حسين أذكر سدح وحي الله قبل لي وحوى الله ماشي أبغى طوي مرك أنت عايز دعوة يا كيس كان صرته وإيمان كان عدنا محكمة الميتري وعقد له محكمة لها شبكة وتعارض الميتري رعفان كوحو لي يعني مركي المحكمة الشيء لك مركي رعفان كتكتو ورعفان كلفتي سو وكوصو بعضو من حكم كي مرنا وحبي كبد الشاء ويعني وقت قلو حكومة عما يرادة اما وحوا يلون قلتي يعني لغا سوقاتا واتصوب بحيسا بواس المدوى هدي اتكو قل عيو اذا وحكا سوبا مركا سا محكمة السر اللي قد بجري تن شيء لك مركي شكل شيء لك مرك عرفت أنا حليه لها ما لا ما هذا نذكر عائم بلانك لغير لغير قبط واح أو يو عنك إيمان وبيد قرآن إلا إيه سمي ولا قد عوده إن وحمين تير رعفان كنا إلا جدبي صوت أنا جدبي بالرعفان ومحن كل شيء أبيل قارن إلا بلانك تجلسه وهم كوترس which means وحوي واد أكتر هي كل هذا بكم كل سوء بحكة صعبة دولة لكن أدون كذا حلوه يرسى كالة وفيه كيس كان سان إنسان إنسان بعد بليست بالأرك بالصناعي بالفيري وبالتيار ما سان وبعد تاني سان مركز human right watch كأي lawyers أصول درع وجيز كاس فيريا وهدي أي أدونك أرنتو ورس وفورة لقى سعره ساس كسره لكن أي الرعفان الفرن يعني منك وحبس يا لجيه محكمة ده الحكومة دعوية يجي مين مين مجيني سوى وقت بار قاعدة نساء إن دورد الله قبصده وصالة ده وكل ده دورد يعني شو تقول ده نبي الحمد لله إيه بس صار حد عين صار حد عين ما ما حد الله صار أمرتي لا يرك صار إيه يعني هرلاني صار وإيه إيه إيه لو إيه إيه سليم جوا حكم حكم إيه دنبيني هاي دنبي سليم وقات صار صار ما أعرف إيه كده مات مركا دوت بس وحنا نقول صار جب جب وما أعرف إيه وقت بدل قاعد لكن رعفان هذا ردو وتايمك وحصول لي متقرفي إن محكمة اللي بسو عليه جنرال الشيو ياد سو بدي جنسة مركز أنا بنان كنا هلب في كلاك إمارة إن عاس وإنت عن شرعي كلا وحي سؤال ودين عاسنا وإيجو يدين كرتان إنت أسان كلا إنت كلا أوكي إنت مدى مدى كلا وحوا كيس كان وذير السنبل والله جدا إن مارتي إنها بسباس اللي سبش باي وحوا نكان جانا مدرسة وحاسية لك ودنك أه الشيف أوف ستا الشيف أوف مالكتي كوماندر أوف شيف كنك أه عني كان جانا كسي محكمة المركبة كيرو أو جانا مدرسة لو ما قاعد يكرو سيدة دبا هدي حتى لك جانا محكمة المدرسة لسارة وحلوه يرى الرانك جيس جانا لها الهيل محا عرضها تري جانا لها مركي قلتي بكل أه أيا لبسك لغا انت كورس لبسك اللي جنبي ترى منك يجي بين زمر كورا وحكم عليه قلتي محكمة دبر انت مركو يلي قلتي القضية او واحد اللي بسي بجنة دال المدى تاساك من كبع شرعي دستور كأه او اه وحي مدحوين وصل كقاعد مدحوين كقاعد كرسي المنكرة دال المدى تسالير هذا سيد الجون فرماجا كقاعد دال المدى دي بوحي يمسو عليه محاكم الشيبارين حسن الشيخ واساس جنان كده سبع سنين من كاره رسمي فرماجو يا فقه علي السقا يا هدنا الدبو عوسي حسن الشيخ باورك من دحوية هواء اسكاش المقش منك من برون كره ملا ومنك امينك ودنك او مصر هي واحد برون كره او كقا عدن كره ما
مجلد محكمة بركو إمانة وحكو إمانة جنرال منك مركة دسكاشن كاكينا جنل مجلسة وحا دسكاشن وكاكينا ملاحيوه ودن كاسؤوت لنا ايه قوام مجلسة وحتى ايكم انتهى محكمة فضل وحا المفضية محكمة الملتري وحا حكومة وقه محكو شاكا ايهن كمنك هستا ملاحيوه قرن كأيام مهرت محكمة دانا مسؤولية دي ذا الله مركة محكمة النفط إذا وحيكو بالعبة مركة ورابة خالب كو سوق عابنا يا وحالو باهي هاي مركة وحالو باهي هاي إذا مركة ورا عم الشبيل لأعادان ودعا منك عن جانا الليهن ومحكمة الشبيل جيان لكن محكمة من تلنا وكيرينا جانا نماها عيدا نماها سان نماها هذين بودن كحنا تاسو حوايا وحيالا بيان او شرعيوان لغتبنا ايو او قفر بروحي من ربو لغولة بكنا ايو هدي تلع نضلنا ما أنت محنكو شيبا ودرون شيبو دروا وقف كره ما لنك لنا وحكا سيبرنا إمارة مركو وحلو باين سوى ما لقل إلي كم دودي معها إمارة محنكو شيبا دروا ويني وحاوا يعني وحن كم دودي إنه شرعي قل أبيوز قرينا ومال لو بدعي أبيوز أوف باور والشرعي وقف من حقوق دي سنقود لنا ومحنكو شيبا نرشي سنقود باب إنا لغول المعركتي لغول دي البابيين ايام ماشان كسعود حداد تن كعام صومالي انا بقول جيدن وهو البو قلدن بقوتها اقنها الى سهيد ايوه هذين ايمالين تل اوجلنا المهانكو الشيء لان نماذج ايمالها كلي تن وحي كم انتهي واح تستوري ايام الله صحو ايادنا ايانا وحي اللي قلدها انتهي ان صومالي اقنى اصول تكتو او ارنتها الله صحو اما حسنت ايام وأما سنتها قرال بدن وقري وارنتان شيغو وحا كاخرسن كرتان nomadicvoice.com أما تويتر كيني أو nomadicvoice أو مشان هادا وحا سودو وينيا هيرات ورالكي سودو دن إن شاء الله ودد بدن أو ماركتا ومانتا مشان يقول عصب أيا مشان كاركو يارنتيا وانا سودو وينيا إناي دد كان ورالهين وجرر وينها إناي براها برشالي سوغلان especially X ama Twitter ka imaadaan meesha waa meelaha siyaasada lagu kariyo oo maareeyta dowladahan aad ka dhageysataan Facebook waa meelaha laga soo qaato meelahan oo dood kasto ama wax kasto oo markaas socdaan waa meelaha lagu hadlo ama lagu kariyo runtiina dad inta ismuujisan oo maal walba si aad maarta space afrataan ayina ka hadashaan ayaa Soomaaliyeed ka hadashaan oo runtii garab dhan ayaa nootihiin haddaad maaragtaa sidii hadda u soo gashaan runtii waa farxad bayno tahay runtii ah anagina waxa waa habeen maalin waxa waa inaan anagina garab idin noqono wax kasto aan sidii hadda arintan jeer sheego ama arin kasta ay maato qof walba isla socdo saasa fiican insha Allah waan soo dhaweeyna runtii saad maaragtaa u soo baxdeen demonstration kan aad u fiican soo dhaw hirad walke absuna waan salaamayaa oo sirka wa salaamayaa ee dhammaan aan geel walaalaha halka ku jira oo dhan ee salaanta dib bahar walbal inaan wax yar aan isla fiirino dhacdadu sida ay u dhacday iyo habka garsoorka ay martay ee sirkan hadda ay waxbu ka taabtay yani fikriyan ma joogna annaga meesha ka soo qaadaba ma arag marxaati kama ahayn laakiin وحايمة عيدان صعودة و هولقلق صعودة بحايمة دين قوري تارقدوة وان اسلا صعودة هل اجيدو صعودة معها داد بلشو سوق لحديث شعب جوغان ميل داد مرخاتي كيهين و عدوال بأي وحك ماركتي يعني كاك دودة هايو اي كا ماركتي فعل كدعايا مركة و بلشو دا كوهري ريسان اي اركيسا اي كانوا كدوية guri waa loogu yimid haddii cid witness ay tahay oo cid ay witness noqonaysa ay cid u jeedo hal dhan ka soo jeeda ama dhanka kale ka soo jeeda ayuun baa isu markhaati furi kara oo isu noqon kara in shahaada suur iyo waxa isu sameynayaanba halka marka ficilkii ka dhacay in hal dhinac wax laga weydiiyo yaa falkan geystay oo bilaabay yaa weerar ahaa yaa si difaac nafs ahaa ما دعا قف برغيس كجرة
او انت اريد فري او هادلي او كوميونيكيشن ويمي او حسك بلاو مركو حوالي هرتا ارانتان وحيو باهنيت باريتان دير او انتان كغوتو دير وحيابها ان لعدين كرين او ان لو هينين اني مرق لو كرسونان كرانا اني وحي اهيد ان اسكابك هده وح لو مري انان لو مرين لكن واحد ربا اسلام محكمة دان تدوما الموت كهر وحالك ياني اني من اذي سراء او ايسو اذي ين ركو دولو اسلام رق هده شيو سوحري او اوودو او هايستا ان اني عجسو اوغان ننكن اللي مدلح بلو ذا اللي حي او سوحنا وحلو هايستي نمن ان قرابن هايو ان دلاوة دين عمدنا اذير او اهي iyo kuwa adeerro isaga iyaga oo ah hanti ka haysta islaaminka oo ay qayb qaraabi iyo xid laga yahay baa lacag la siiyay adigu waa isla same route lacag la siiyay ninka lix bilood buu soo liqay 11 qof oo kale oo kiisas sidaas oo kale ka u xiran nayna way jireen ninkan marka hadda waa la siiyay maxkamadda militaryga la keenay waxa lagu soo eedeeyay qorto loo geliyay inuu zakat uu ururinayo sabab een wax reference oo gaar ah ama cidii rabtay inay follow up ku sameeyso ay ila soo xiriir kartaa si gaar ah iyo recorded aan waan hayaa case aan gacantaan ku hayay lawyeradoodii cidii ka qayb gashay waana case aan ah oo dadku intiisa badan ay ka warqabeen lix bilood buu soo xirnaa oo lagu khasbayay ee ninka howlgalka magaca howlgal isku min baana by the way sheego iyo ninkan iyo rag kale taba een baaritaankan iyo hadalladan iyo waxan ku sameeyay magaca eenay nabad sugida uu ku shaqo galo jala liidaha dhowr goorna waa sheegay I think dad fara badan oo halka ku jira inay maqleen arinta waxaan dhowr goor si gaar ah uga la hadlay Harun anagoo halka ku jirnaa si public aan uga la hadlay marka eenay procedure-ka ay soo mareen inta xabsiyada lagu jiray ama case-ka la soo diyaarinayo narrative-ka la soo qoray isla rag team aad moodid inay dowladda iyo xasan sheekh nidaamkiisa in la dumiyo ama la ceebeeyo inay ugu talagaleen aad moodidna waaye oo siday u abaabulan yihiin powerfulna ku dhex nidaamka eenay garsoorka dhinaciisa marka laga reebo eenay maxaa la yiraahdaa ragga qaybtiis oo aanu arko inaanay maaragtay eenay waxa uu can we go back to the actual topic and can we stop speculating please let's just go back to the actual topic and facts waxay raalaho adoo mahadsan marka waxa weeye meesha laba arrimoodba u yaalaan kow nidaam garsoor oo cadaaladi ka jirto brosedaska lasoo marayaa ah ma ka jirtaa waxaa u baahan nay in arrintan cid walba oo eegi kartaa ha eegto qaybta baarista qaybta soo gudbinta dacwadah oo mararka qaybtood ku celisay dacwadani dacwad qof meel lagu geyn kara ma ahan kusoo noqda ku noqda oo wax ka bedbedela oo wax ku dardara saasoo aan xishood lahayn baa meelaha qaybtood laga marka waxaan rabaa inta anigu aan ka witness gareeyay horta systemku ma kharriban yahay ha dad loogu talagalay oon isleeyahay waan ku celinayaa ereygaasi nidaamka dowliga inay maaragtay ay falqaladayaan baad muddaa inuu meesha ku jiro marka soo noqoshadeedu waa tan ninka aan ka hadlayo waa la sii daayay cabdirasaaq baa la yidhaahdaa wax dembiyaa lagu waayay maxkamada laftigeedaa la yaabtay ciidamada oo waxay tiray war ninkan aad noo keenteen oo aad lix bilood soo haysateen lixdaa bilood afartan iyo shan cisho oo kasta oo ka midana abiil buu qaadanayay markaasuu wax soo weynayay markaasuu abiil qaadanayay markaasuu wax soo iyadoo intaa aan caddayn lagu hayn ceebta ugu yaabka badanna waa taa waa maxkamadii la keenay wali war ninkan maxaa maxkamada ku keensa warasina wax cad kuma hayno laakiin waan tuunsanahay war hadda tuun miya cid maxkamada lagu keena maxaa waqti u siin wey marka this is waxaan meesha horta ka jira waxaana la rabaa shuruux arrintiisa dhowr arrimood in haddeer loo abaabulo oo akhyaaray xoogga loo saaro ICRC horta waa u muhiim oo dhinaca familada iyo coordinationka ciddii rabta inay booqato iyo waxyaabaha in kiiskiisa yaag baaray yaa soo qabtay yaa maxkamadda keenay miyaa horta waxaad gurubyo ay dhacaan inta uu ku jiray oo la toorjargareeyo dhib lagu sameeyey waayo waxaa dhaca waxaa ka mid a 12 qof oo aan taarget ku ahayn oo ninka la sii daayay waxaa ka horreeyay sore ninkale ka horreeyay maskaxda looga jiro
ونين يوتيوبر وانا رمين ان المقعاب برنامج كيس اوكاهر لي ومدو اي وذو اوغاتي لباري ورواب والي هايبا نكنا حيسان ايد العكت ايدين سيسي اهلا صوخبت ايدين ترنا وحيهت ايد كتل قليس بالهلة تجابي وانا صوبت اللوي تون كان قف ايو حريين بلين تجابي سيستم كان هاو كربتد منين كان مضحد ايه ووين سيدابي انو قنقران مستمد من كتل قليان اني حسن ايدولو دي سفي القريان بكار انت انو عرين كلي وجيه اكلي يالان دونت او راك تبون قف هاد حبسيكو كجير مكو حربع een in lagu noqdo la baarqani warqad loo qaato wali ma dad volunteer ah scholar ah dad ay lawyer ah ay ka howlgalaan midnimo loo dul istaago ee waqti fiican la sii sheego liiraahdo arintan ku noqon from ay ka soo bilow dadka aad aragtid wajigooda taqaani ama ku maaragtay interview gray ama ku soo xiray ama ku maaragtay yeyhin for sure sagal qof oo kamid oo isku mid waana sagal ka 12 kan qof oo aan sheegayo ee qaybka wali ninka jaala la yiraahdo waa dheeri ku ah oo isagu ama hal shaqeysto ama si kale ugu yimaade aan related ula ahayn sida kuwan related ka isugu yihiin marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxwe xoogga in la saaro qadiidan dhinacan banaanka aana Human Rights Watch iyo Amnesty International labadaba in la wargeliyo li raadada xuquuqdi asaasiga ah ee muwaadinkan cabsi badan baan waxaanu ka qabnaa fal qalado fara badan oo hore u dhacay haddeerna dhacay inay jiraan taas oo qodob qodobka kale yaale walaalno haduu ka sheeg waxaanu la aan gelin waha yaale in ciidanka ninsirkaala howli oo generala in darajo aanu lahayn isagu oo darajo official uu leeyahay maxkamad ka horeysa soo maray haddii ay dhacdo marka hal mas'alo oo sharciga khalad ku ah waxaa buraya wax walba oo sharciga ay u cuskadeen oo ninkan la dul saaray hadiiba ay darajada looga qaadi karo sifa aan maxkamadeysnayn hadii sidoo maata ama criminal maata mid yahay ha hadduu soo gaadho ha waxaan ku soo gaabinaa haddaanu qadiyada civil matter inay tahay iyo inay criminal matter tahay issue-geeda la khaldi karo meel un laga khaldi karo dan waxaa burayada hool xukunkii dhacay marka waxaan rabaa arrintan abiil intaan lagu degdegin muddada la haysto in la horkeeno horta kow qodobka maxaa lagu buriyey waxaan loo baahanyahay lawyerkiisa haddii la heli karo maxaa la yidhaahdaa maadaama hadda xukun uu dhacay inta abiil laga qaadanayo iyo doodeeda lagama hadli karo waa la dhihi karaa laakiin hadda waa laga hadli karaa intaan abiilka la qaadanin fursad sharciya ku jirta halkan marka waxaan qabaa in doodeeda lawyerka la keeno lawyerkiisa wax la weydiiyo deetana markii arrimahaasu ay banaanka u baxaan oo ay meydiyada galaan kadib in abiilka la qaado waayo haddii inta abiil la qaado aan doodeeda dacwadeeda gelino meydiyada gelino sifa sharciya dadka qabanaysa oo aan habooneyn marka waxaan gabagabadeeda waxay tahay arrintan loo sameeyo committee anigu kuley diyaar baan ahay inaan volunteer garaayo cidi kaleeto oo ka qayb qaadan karta in hadda la qoro action plan loo sameeyo lobby groupna loo create garaayo waa ka baxay thank you sir waana mahadsan tahay aragtidaada wanaagsan runtii dad badan nala joogo waxaan rabnaa inaan soo gaabisaan si maaragta daqiiqadaha noo haray maartaan qof walba aan ku gaarsiin karno insha allah soo dhawo wax muqalif محسن ابو ما سنت عادي هذا ما سنت هاي انا وحان ربي وزير كنا سؤال ويدي مركا سوينا عادي ومجد وقدعي مركا مركا وقت بلانينا كادي لمرهبين كلي وحان ربي نان اندى اندى يو محمد محمد شوغو ميشيس محمد او يا ريشا قدوميها يانسو اماي كدريا بل ويدي ان شاء الله أزين وسكا جواب على غيابا إن شاء الله محمد بالسوق قبص برادر كيجي سؤال شان دات اسكو دي إنا كده جواب كرتي دات كده جواب كرنا أسرع على سوقينا وزير كنتو سوالات بس سؤال إيه واقع قابين هو باك أم فورت وي مركا باحن سؤال وباحن تاريخي محمد محمد waa u diray wuu soo laaban wayaa adii isii suq waxa uu sharxay ha dr mahat gasna waa maasan tahay raalaho inaan ka dhexgalo waa maasan tahay horta markaa waxaan raaynaa mahad cali ilaahay maadu suqnaatay marka xigta nomadic team special muhsin for hosting this space brother thank you so much on behalf of us and dadka soomaaliyeed aad baan u dhageysanaynay madashan ka hadlayay
مره انان انان ميكروفون كا سيقا تو لكن وحن راي محمد انان دو هوالكي ان شاء الله وانا ويدين دونتا دادكا سدو كلا فكر كاغا وانو باهنهاي سداي كولا موقته مخاي كولا تahay ayu dhankay ka taagin tahay inaan maaratay aan ogaano intaas aan u rumlay bil soo dhow markale ah may wa mahsan tahay wa fikradeyga waxa ka horreeyo waxa waa kiiska marka hore inaan fahmo marka kaliya intaan rumaynaa indheeyo waxa weeye inaan macluumaad buu xaqay helo maxamed walaal waq salaami magacaygu waa maxamed khaliif waxaan jeclaan lahaa مادام خيارتو مدو بدن اي كوچرا سويسكا سواله انو 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 قدان باك ام فورت مركا اكسبلينيشن ايو ماركت شرحات بدن انان انان اسوي دارسن مركا وحارو انو كوي ديو حاوي اصل كا كيس كان انان اسكو ديو انان معلومات كهلو وحكو بعدو ما جرتا شيغو تلي شيغو مركل الحرعي لقيه حابسيغا كيسكا او بفايلك لقليه او خرسي دي ان محكمة دي لقيه ما يغشيه كرتا كيسكاس وحو كوحسنا اما او سالك كوهيه سوق بشديس كما حالينو dagaalkii iyo violence iyo dhimashada iyo dhaawacyada iyo wixii dhacay dagaalkii actionka marka waxaan rumaynaa inaan ballan fahmo case kan guntiis waxa uu yahay Muhammad tire adaa joogtid bal su'aasha ugu jawaab walaalkay waa waad sanyahay dhamaan waxa la dhahaa dadka meesha ku jira waa salaamaya su'aashu uu weydiiyey waxa weeye keeska OB-ga la geliyey maxaa waaye keeska OB-ga la geliyey waa kan meesha laga akhriyey maalinkii maxkamadda la keenay oo ah in rag Malaysiyada generaalka gurigiisa dad dhacayeen jeneraalka gurigiisa maxaa la dhahaa ku dhumanayeen qaarkood soo goosteen number 2 in lacag money lander ah ay jirtay oo maxaa la dhahaa wiilka Soomaali Amerikaanka lagu eedeeyay iyo rag dilal geystay oo jeneraalka agtiisa ku soo dhuntay keeska OB-ga la geliyay kaas waaye waxaana waxay ahayd shabakad isku xiran oo markaa fiirisid sarkaalka booliska afayeenku ahaa oo hadlay maalinta la soo qabanayay qaabka loo soo qabtay ilaa maanta maxkamadda dhacday wax diyaarsan ay ahaayeen ma ahayn wax sharci ku aadan sababta meeshan dad badan oo gaariqaana jiro oo halkan ku jiro ama sharciga garanayo haddana dad aqoonyahan badan ayaa meeshan ku jiro oo sharciga akhriyay qaarkood mas-uuliyiin ah qof ciidan ah regardless of darajada uu heysto oo dabla ka sareeyo marka la soo qabanayo wadada loo maro waa la yaqaanaa qofka in waran loo gooyo Mahamed sorry ayo macaan Higmar inaan kaasoo dhexgalo waxaan rabeen wax yar inaad haddana ku noqoto OB-ga the initial case against him that warranted them to go to his house and arrest him and exactly what was written in the OB. Please, OB-ga waxa ku qoran waa waxa lagu eedeeyo sarkaalka booliska sheego ee ahayd in maxaa la dhahaa gurigiisa qalqal amni oo degmadaasi uu ka socday wiilal wax soo dhaceen meesha ay ku jireen lacag laundry maxaa la dhahaa money lander lagu sameynayo waxyaalaha lagu soo eedeeyey wax bayanaan yaalu ahaa oo xeer ilaalintan ay keentay maalinkiina maxaa la dhahaa sarkaalkii booliska afeeganku u hadlaa uu sheegay ehdaas wax ayaga dowladda iyo dadkii howshan maxaa la dhahaa soo abaabula ay ku eedeen laakiin su'aasha taagada waxay tahay isaad a fact ma tahay wax jiro wax kale ma yahay marka halka abow maxamed halkaas iyo jooji marka soo marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga maxamed ahaan waa qof outside ku nool baa tahay mise qof degan magaalada muqdisho ku nool baa tahay
تاس كذا في ما وكذي لكن دلك ماشان كده شيء واي دلك سومالي ماشان كده شيء واي أوكي لكن حتى دلك دبدي سان جوجا أوكي وأنا كيس كي واحري نكلي راح ده نوماديك وانكوسو علي إن شاء الله ديلا هير هذا I think that is why. Martina Daman wa kuma hasanti ni waqti ni qaliga. Nomadic team wa umhad alina. Su'ala qar Mahmoudir hadal weydiye. Harjeena qar kod ni na bayaniyo. Harjeena in oo ani Muqdisho jooga. I'm going to go to the hospital. لا يهبين حكسو غاري أفرسا حسا كدب إذو دوينك حرمتها يعني أنا باوركي أنا وذنها تاجدك إنو مرلو دي دي ودوينك مغالا دي حرنت أدونو هبين كاس وحجري لكن صفي عنا حق أغال أغو أحي لما أحيا به ماشا كدعي مهل وحان رضا بالباقم فورد سؤالا محمد يشو هاد دعك جيستو مجال هذا إيوه أيضا حريه هذا كسر بحصري بدأ لعب قلقل جلين أمي قد جمد بركين لي إيوه خذ بعض الكلاء أو إسكبلا بلاء هو يعني وحلو بقرحناي أبو كاتياشي أما